السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده عملت لكم البيتزا الخطيرة زي ما انتم شايفين بكل اسرها وفتكاتها. ده طلعي شكلها جميل وشهي جدا كده بالمنظر ده. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. بس قبل ما اروح، يا ريت ما شاركتش في قناتي اشترك ويفعل الجرس وما ينسنيش في اللايك لو سمحتوا. اول حاجه معايا انا هعمل اختبار للخميره، لان دايما في ناس بتعجن العجينه بتبوظ منها للاسف بسبب الخميره. هحضر معايا كوبايه كده، احط فيها معلقه ونص من الخميره، معاها معلقه من السكر، احط نص كوبايه ميه عاديه من الحنفيه، واحط وافضل اقلب فيهم كده واركنهم ربع ساعه. هلاقيها العجينه بتاعتي او هلاقي الخميره بتاعتي اختمرت، وده احسن من الاختبار دوت، بدل ما تبوظ معانا العجينه بسبب ان الخميره ما كانتش مظبوطه من الركنه او بايظه او كده. هنجيب بقى كيلو من الدقيق معايا، هحط عليه المقادير الجافه الاول، كيس كده من البيكنج باودر، ومعايا كيس من اللبن البودر. معلش الكاميرا جت على جنب كده مش عارفه ليه. هقلبهم كويس، ومعاهم ذره ملح، واخليهم يندمجوا مع بعض كويس جدا. هقلبهم كويس قوي، وبعدين يعني هعمل زي حفره كده في الطبق بتاعي، وابتدي اضيف فيها الحاجات او المقادير السايله بتاعتي. وبرده اسيب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. معايا كده واحده من الزبادي هحطها، معاها ربع كوبايه من الزيت او تلت كوبايه من الزيت، وهبتدي بقى اضيف معايا الخميره. شايفين خمرت وفارت ازاي كده؟ الخميره تمام جدا جدا معايا الحمد لله. وابتدي اقلب بقى الخليط ده كله في بعضه، وبعدين اعجن بايديا. بصوا هقول لكم من الاخر، هو كيلو الدقيق بياخد معاكي نص لتر من الميه، زادوا شويه قلوا شويه، ده على حسب بقى نوع الدقيق، لان من نوع دقيق لنوع دقيق الموضوع بيختلف خالص. فاحنا هنثبت النص لتر ميه ده، وبعدين نبتدي نزود او ننقص. دايما خلي عندك شويه دقيق كده عشان لو حصل اي مشكله تعالجيها، ودايما خلي جنبك شويه ميه عشان لو حسيتي ان انت عايزه تحطي منهم شويه تحطي. بس كده عجينه البيتزا يا جماعه هي العجينه السهل الممتنع، بتعجنيها وبتقدري بملمسها ان انت تعرفي هي مظبوطه ولا لا ومحتاجه ايه. زي ما انتم شايفين كده انا خلاص بلم العجينه، اول ما ببتدي اسيب ايديا واحس ان هي كده خلاص كل دي اتلم وابتدت البوله بتاعتي تبقى نظيفه، يبقى انا كده العجينه بتاعتي تمام. انا كده حاسه ان هي خلاص كده تمام، العجينه بتاعتي اختمرت. هغطيها كده باي حاجه، وبصوا بعد ما اختمرت وعليت عامله ازاي. تيجي بقى اجيب الصينيه بتاعتي اللي انا هعمل فيها البيتزا. الكيلو هيعمل معايا خمس بيتزات، اوعي تعملي كيلو على يعني اقل من كده، يعني ممكن يعمل معاكي من خمسة، لو الصينية بتاعتك صغيرة ممكن كمان يوصل لتمانية. لكن تقولي لي بقى كيلو البيتزا هعمله في 3 صواني، دي حجم 30 او 4 صواني، لا طبعا هتكون كده تخينة جدا، الا اذا كان صاج كبير. فاهميني؟ معايا كده شوية من صلصة البيتزا، ودي حضرتها عبارة عن معلقتين زيت، بحط فيهم فصين توم، شوية زعتر بيفرقوا قوي في الطعم، واحط معلقتين ثلاثه صلصه صلصه العلب العاديه، واحط معاها شويه طماطم وشويه سكر وشويه ملح، وكده تمام جدا، بتبقى معايا تحفه زي الجاهزه بالظبط. واهم حاجه فيها الزعتر، يعني يا ريت تشتري زعتر بالذات لو انت هتعملي بيتزا، لازم يكون موجود في الصلصه بتاعتها الزعتر. بصوا احط شويه جبنه كده عشان تعمل عامل ربط معايا، وهي تمسك لي الحاجات اللي انا هحطها فوق البيتزا بتاعتي ان شاء الله. حطيت شويه كده يعني مش كتير. هبتدي بقى ارص احط الحاجات بتاعتي. انا هستعمل البيتزا ديت باللحمه المفرومه، طبعا ممكن تعمليها بالشاورما، بالفراخ الستريبس، باللانشون، بالبسترما، يعني عندي كده حاجات كتير جدا، البيتزا ما بتقولش لا على حاجه. احط كده اللحمه المفرومه بتاعتي و يعني في كل الاماكن واظبطها، واشوف كمان بعد كده هبتدي انا اكون مقطعه. هقطع الفلفل بالطريقه اللي تعجبك، هتقطعي الفلفل صغير او هتقطعيه شرايح يعني زي ما يعجبك. انا حبيت اقطع شويه كده وشويه كده، قطعت كده الملون شرايح وهرصه بالطريقه اللي انت شايفاها ديت، وهحط برضو الاصفر وكمان الاخضر، ومعايا كمان شويه من الزيتون. يا ريت لحد دلوقتي اللي لسه ما اشتركش في قناتي يشترك وما ينساش يعمل لايك، ويا ريت بقى لو كومنت حلو منكم كده يبقى الدنيا تمام جدا، مش عايز اكتر من كده.
بصوا دلوقتي انا هبتدي احط الفلفل الاخضر، الفلفل الاخضر بقى براحتك، حراق مش حراق على حسب بقى ايه يعني تحملك، او ان في اطفال ولا. انا عن نفسي حطيت شويه كده شويه كده، شويه حراق على شويه مش حراق، ونحط شويه من الزيتون. الزيتون معايا يطلع اخضر، ما عنديش زيتون اسود للاسف، وهوزعهم كده بيتزاية يعني صراحة مية مية. وشوية كده من شرايح الطماطم، بقطع الشرايح، بقطع الطماطم من برا، ما بقطعش البذور اللي جوه ديت، ما بحطهاش، بقطع بس اللي هي الجلدة بتاعتي. تمام كده خلاص، هدخلها الفرن، هطلعها قبل ما تستوي ب10 دقايق كده. خلاص كان فاضل 10 دقايق على السوا، استوت من تحت، هحط عليها الجبن بتاعتي. انا بحب احط ميكس جبن من الجبنه الرومي والجبنه الموتزاريلا، مبحبش ابدا الجبنه الموتزاريلا بس، لان هي انتوا عارفين الموتزاريلا عدمت الطعم، لازم ندلعها كده بجبنه رومي، ويا ريت لو جبنه رومي عتيقه او قديمه، او نحط عليها شويه شيدر يعني، لكن موتزاريلا بس لا، ما احبش الصراحه خالص. هنحط كده جبنة ونتوصى بقى شوية عشان دي الطبقة الأخيرة، وهندخلها تحت الشواية، وأول ما نحس إن هي نقطت كده وابتدت اللون هيغير، لازم تبقي واقفة في المرحلة ديت، ما تتحركيش بعيد علشان خاطر ما تحمرش معاكي وجبنة الموتزاريلا تنشف، ويبقى احنا كده ما عملناش حاجة. طلعت اهي زي ما انتم شايفين، وانا هقطعها بقى بالقطاعة، كانت سخنة جدا، المفروض استنى لما تهدى شوية بصراحة، من كتر ما هي سخنة وانا مستعجلة وعايزة اقطعها، حاسه انها هي ايه هتتبهدل مني. اوكي قطعتها كده بقى، وبصوا لما هديت شويه لسه برضو الجبنه بتسيح وجميله جدا. ويا ريت بقى تعيني لي مشاركتي في قناتي، اشترك وما ينساش في اللايك، وما ينسانيش في كومنت حلو. بصوا كانت بصراحة بيتزاية يعني عالمية. انا بصراحة بفضل دايما البيتزا البيتي، ما بحبش البيتزا بتاعت الشارع الا اذا كنت هاكل في مكان كويس يعني بيتزا، لان بصراحة البيتزا حاجة مغذية جدا في البيت، ليه ما بنعملهاش كتير لاولادنا؟ كل حاجة فيها جبن لحوم، فليه ما نعملهاش في البيت؟ مش عارفة ليه الناس يعني، انا عن نفسي لازم اعملها تقريبا اسبوعيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.